النمسا تقترب من الهدف الصفري في الهجرة غير الشرعية. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في النمسا حتى عام 2028. النمسا تؤكد التزامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. شركة ليبهير للأدوات المنزلية ترسل 1000 موظف للعمل القصير. نقص المياه يهدد 471 بلدية في النمسا بسبب تغير المناخ. وفاة عامل بناء كان يعاني من الحساسية بعد لسعة حشرة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن تراجع كبير في الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المجرية البرغنلندية، حيث تم القبض على 300 مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة ب 19300 شخص في الفترة نفسها من عام 2022. وأكد الوزير أن النمسا أصبحت أقرب إلى تحقيق هدف الصفر من الهجرة غير الشرعية، وأن منطقة الحدود مع المجر كانت تسبب تحركات لجوء في جميع أنحاء النمسا. وأشار كارنر إلى أن هذا التراجع يعكس جهودا مكثفة في ضبط الحدود والتعاون مع صربيا، وينوي الوزير تقديم تقرير نصف سنوي للإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات الهجرة. توقع معهد الدراسات العليا إيهاس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في النمسا بمتوسط 1% سنويا حتى عام 2028 بسبب التحديات في قطاع الصناعة وارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والنمو الضعيف للصادرات. وبين المعهد أنه على الرغم من ذلك هناك بعض النقاط الإيجابية مثل تحسن البيئة الاقتصادية العالمية وانحسار ضغط التضخم، وأوصى المعهد بتعزيز الابتكار والإنتاجية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وضمان الاستدامة المالية العامة كجزء من السياسة الاقتصادية الشاملة للنمو المستدام. أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا كارولين إيدشتالتر على القيادة النمساوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، مشددة على أهمية استمرار الجهود لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وقدمت إيدشتالتر في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة التقرير الوطني الثاني للنمسا حول تقدمها في هذه الأهداف، مؤكدة على التزام النمسا بدعم الدول الأخرى في تحقيقها، كما ناقشت مع خبراء من غرب البلقان دور المرأة في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة، مبرزة أهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لضمان مستقبل مستدام. أعلنت شركة ليبهير للأدوات المنزلية في شرق تيرول عن تطبيق نظام العمل القصير لما يصل ل960 موظفا في مجالات الإنتاج خلال فصل الخريف. وأكد المدير العام هولجر كونغ أن العمل القصير مخطط له من أكتوبر إلى ديسمبر، وسيتم تقديمه لخدمة التوظيف في إنسبورغ الأسبوع المقبل، وتوظف الشركة ما مجموعه 1340 موظفا في لاينز. وأوضح المدير أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار حاد في سوق الثلاجات بعد الطفرة التي حدثت خلال جائحة كورونا، وتوقعت الشركة تحسن الوضع في عام 2025 مع بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة، حيث تخطط لتصنيع حوالي 250 ألف ثلاجة هذا العام. كشفت دراسة من جمعية السلام الأخضر أن 471 بلدية في النمسا مهددة بنقص حاد في المياه بحلول 2050، معظمها في النمسا السفلى. وأظهر التحليل أن هذه المناطق تواجه نقصاً في المياه الجوفية، مما يؤثر على الإمدادات العامة والصناعة والزراعة ويزيد من صراعات الموارد. وطالبت الجمعية بخطة حقيقية لحماية المياه من الحكومة قبل الانتخابات، مع التركيز على استخدام المياه بشكل أكثر فعالية والتقليل من سحب المياه الكبيرة في الصناعة. ومن أخبار الحوادث، توفي عامل بناء يبلغ من العمر 43 عاما يوم الأربعاء بعد أن تعرض للسعة حشرة مما تسبب في صدمة تحسسية حادة لم يتمكن من النجاة منها في شتايرمارك.
وكان العامل يعمل بمفرده على عملية عزل بالموقع وعثر عليه فاقدا للوعي ومتوقفا عن التنفس من قبل صاحب المنزل عندما وصل إليه، وتمت محاولة إنقاذه لمدة ساعة ونصف دون جدوى، حيث أظهرت التحقيقات أنه كان يعاني من حساسية شديدة وكان يستخدم جهازا خاصا لعلاج ردود الفعل التحسسية، حيث وجد الجهاز بالقرب منه. ومع نهاية نشرتنا مشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، كنت معكم أنا أدهم اللجي، أطيب الأوقات، إلى اللقاء.